شايفة ان 3 سنين 3 سنين اه يكون مناسب توصلي لبطولة اه البطولة ان شاء العالم. الله اتمنى لك التوفيق يا رب يا باذن رب. الله. يا رب شاهناز باذن الله اتمنى لها التوفيق جدا، ربنا يكرمها وتوصل الى بطلة العالم، ودي حاجة تسعدنا كلنا كنادي اهلي وتسعدنا كمصر. خلينا ناخد تليفون مهم النهارده معانا، كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء النور والفل عليك يا كابتن خالد وعلى كل قناه الاهلي وضيوفنا الحلوين البرامج بتوعنا المبشرين بخير. البراعم بتوعنا ما شاء الله عليهم كبروا وحققوا ان شاء الله الحمد لله البطوله العربيه في تونس، ما شاء الله انجازات كويسه، اذا كان احمد حمدي، اذا كانت روان، اذا كان شاهيناز، ما شاء الله عليهم محققين فعلا ميداليات مهمه جدا في البطوله العربيه. دي حقيقه وده عهد النادي الاهلي منتخبات ما نخص بالذكر العاب القوى طبعا ومنتخبات بقى الجماعيه برضو. ده دور النادي الاهلي القومي والوطني والرياضي والتربوي ان احنا فعلا بنفخر ان قوام المنتخب من 80% من النادي الاهلي ومن ولادنا ودي ذاكرتنا يعني تسليم وتسلم الحمد لله. كابتن ياسر انا ما بسال شاهيناز بتقول لي انا اتمرنت في النادي وسافرت البطوله العربيه، ليه في المنتخبات ما اعرفش؟ انا بسالك بقى عشان اعرف ليه، هل المنتخبات كلها بتتمرن داخل النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مره في النادي الاهلي بعد كده تسافر على طول، مفيش معسكرات تبع الاتحاد ولا ايه بالظبط الموضوع؟ يا ريت تقول لنا. هو طبعا النادي الاهلي جوه التدريب بتاعه فعلا هو بكل امانه قناه رياضه، احنا اكتر ناس بنتمرن اكتر ناس بنبذل جهد سواء كان لاعبين او مدربين او اداريين او نشاط رياضي. اللعيبه بتوعنا بيحسوا بدون يعني فعلا اكتر ساعات تدريبيه بياخدوها اولادنا، عشان كده احنا يعني في معسكر مفتوح دايما في النادي الاهلي. ناهيك عن طبعا ميزانيه الاتحاد، هي طبعا مش عايز اتدخل فيها طبعا لان هي ميزانيه لا تسمح بمعسكرات خارجيه كثيره. هو ده النادي الاهلي دايما بيساعد المنتخبات المصريه في كل الالعاب يعني. هو ده دورنا يا كابتن، وبعدين هو فعلا احنا شبه معسكر مفتوح طول السنه 12 شهر. كابتن ياسر عندهم بطولات تاني في المرحله اللي جايه وعندنا ابطال تانيه مسافره قريب لبطولات تانيه، ولا داخلين خلاص استعداد لبطولات الجمهوريه وبطولات العاب القوى في مصر؟ احنا فعلا هنبتدي بطولات الكاس، بطولات الكاس طبعا حضرتك عارف كابتن خالد بتبقى شبه نوك اوت يعني ميداليات ذهب، مفيش وانت فيها مفيش فرصه للتعويض. احنا فعلا هيبدا الموسم بتاعنا بالدرجه الاولى يعني عروس البطولات كلها الاسبوع ده ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله 23 يوم 24 اسف. طبعا في بطولات خارجيه كتيره جايه في السكه، يعني احنا بدايه هنبتدي نستعد لدوره الالعاب الافريقيه ان شاء الله اللي هي في اخر شهر 8 ده بالنسبه للمنتخب الاول وال 20. في بطولات طبعا بالنسبه لل 18 سنه برضه بطولات عالم وبطولات افريقيه تحت 18 سنه اللي هم طبعا الاولاد الابطال بتوعنا مع حضرتك بيستعدوا ليها ونفسهم يشاركوا فيها ويحصلوا على ميداليات باذن الله تعالى. انما طبعا اكيد في يعني هنبتدي مشوارنا من شهر اخر 8 ان شاء الله حتى على مستوى البطولات الافريقيه الحمد لله. الحمد لله. استعداد الفرقه الدرجه الاولى لكاس مصر في المرحله اللي جايه اللي هو هيبدا كمان اسبوع على طول، استعدينا من امتى كابتن ياسر؟ لا احنا بنستعد من شهرين ثلاثه فاتوا. انتوا 12 شهر شغالين ولا ايه؟ انا لسه حاليا بتكلمني لسه خارج من الملعب ما كملتش 3 دقايق يعني. ما بتقفلوش يا كابتن ياسر 12 شهر فاتح على طول ولا ايه؟ لا لا على طول عهدنا عهدنا من واحنا لاعبين الحمد لله. اول سنه السنه دي نبدا بمسابقه كاس مصر درجه اولى صح؟ صح. تغيير ايه اللي حصل؟ ليه التغيير ده؟ إيه عشان دوره الالعاب الافريقيه في اخر 8 وطبعا مفيش فرصه لجمع المنتخب المصري، مفيش فتره يمكن لسه بنقول مفيش معسكر مفيش فتره اعداد طويله، فعشان الاسماء لازم تسلم اللجنه الاولمبيه في موعد اخطاء 30/8 فتعتبر بطوله الجمهوريه اخر تيست اخر تجربه للرجال وسيدات مصر اللي مشاركين في البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي هتكون في المغرب. فعشان كده بداوا بيها بالدرجه الاولى يعني طبعا عشان نلعبها في شهر 10 طبعا ما ينفعش نبقى جايين من البطوله الافريقيه ونلعب بطوله جمهوريه فعايزين الهرم طبعا تصاعدي، فعشان كده بدانا او الاتحاد بتاعنا بدا بالدرجه الاولى. يعني دي اخر تجربه قبل السفر للبطوله الافريقيه، يعني الارقام دي هم اللي هياخدوا عليها يسفروا عليها البطوله الافريقيه بالظبط برضو من غير معسكر صح؟ برضو من غير معسكر صح؟ يعني معسكر في النادي. قول لي شايف البطوله الافريقيه اللي جايه شايفها ازاي يا كابتن ياسر؟ والله احنا طبعا انا شايفها ان احنا كمصر بنحقق مراكز متقدمه في بعض المسابقات اللي هي زي الرمي والوزن
في بعض المسابقات الاخرى اللي هي الجري احنا بعيد عنها شويه، لان بطبيعه معسكر افريقيا بيشاركوا. وثانيا ان انا يعني انا طلعت الحمد لله البطولات الافريقيه اللي فاتت في منتخبات بتشارك باعداد رهيبه على سبيل الحظ، يعني اسف المثال للحظ، يعني مثلا منتخب اثيوبيا كان مثلا مره طلع 96 لاعب ولاعيبه داخلين ما شاء الله عرض كتير قوي كابتن، كتير قوي. احنا كنا مشاركين بحوالي 11 او 13 لاعب ولاعيبه، فطبعا فرصتهم للحظ المزيات اكتر اكبر مننا. وارجع اقول برضو لان نقص الامكانيات اللي هي نقدر نشارك بعدد اكبر، دي طبعا يعني عايز بقى مش طبعا مش دور بالناس بقى فيها الاستاذ المسؤول في الوزاره واللجنه الاولمبيه، ان العاب القوى لو ادينا شويه دعم اكتر هنقدر نحقق مزيات اكتر وهنظهر على مستوى افريقيا بنسبه اكبر. اكيد العاب القوى هي ام الالعاب زي ما اتقال عليها، لكن ان شاء الله في المرحله الجايه يكون في اهتمام اكتر. كابتن ياسر، كلمه اخيره للابطال اللي حققوا الانجاز في البطوله العربيه. بقول لهم انتوا قبلنا النادي الاهلي وامل مصر ان شاء الله، وزي ما هم قالوا ما تيأسوش، لسه قدامكم مشوار سكه كويسه، وان شاء الله بالدعم الجديد اللي احنا بنترقاه من اداره النادي الاهلي ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر نحقق احلامكم ونساعدكم في هذا، سواء كان على الناحيه الفنيه او الناحيه الاداريه والماليه ان شاء الله. وهم طبعا نموذج مشرف للولاد، هم ولاد مؤدبين ملتزمين في دراستهم، يعني حاجه فعلا تشرف بالذات الثلاث نماذج اللي مع حضرتك. الحمد لله كابتن ياسر، بنشكرك شكرا جزيلا كنت معانا النهارده، ودايما على تواصل مع العاب القوى اللي دايما ما شاء الله عليها حصد الدهب في النادي الاهلي مش هنقر، وفي موسم مهم جدا بدايته ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. نتمنى لك التوفيق باذن الله انت وكل اللاعبين في العاب القوى.